الدكتور عمرو هندي ممثل شركة بارك فيل الراعي الرسمي لحملة منحي الأمل العالمي. أنا سعيد أني معاكم النهاردة في هذا الحدث الخير والنبيل والملهم. في البداية أنا عايز أشكر كل سفراء حملة هوب جيفرز على المجهود الكبير اللي اتعمل كل الفترة اللي فاتت في نشر السعادة والأمل داخل مصر وخارجها وتسليط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية. وأحب أخص بالشكر كابتن أنور الكموني، هذه الشخصية الملهمة اللي اتعلمنا منها كتير. بصراحة كابتن أنور مر بابتلاء صعب وكان أمامه اختيار من اثنين، يا إما يتملكه اليأس يا إما يتملكه حسن الظن بالله والقوة والأمل. كابتن أنور اختار إن الأمل يبقى هو وقود رحلته، وفعلا نجح إنه يرجع تاني يبقى مصنف عالميا في لعبته المفضلة وهي لعبة التنس. بصراحة أنا بعتبر إن كابتن أنور النموذج لحي بيجسد قيمة الأمل متجسدة في صورة شخص كابتن أنور. مش كده وبس، كابتن أنور قرر إن هو يبقى ينبوع الخير وينشر الأمل للبشرية كلها في مصر وبره مصر، وينشره في قلوب الناس عن طريق تأسيس حملة هوب جيفرز. فبصراحة تحية كبيرة للكابتن أنور الكموني، وتحية لدوره في نشر الأمل بين الأجيال والثقافات المختلفة. احنا في باركفيل، شركة باركفيل مصر للأدوية، لما تعرفنا على كابتن أنور وسمعنا منه رؤيته للحملة، وبصراحة لمسنا مدى مصداقيته وإخلاصه في الحملة دي، فما ترددناش لحظة إن احنا يبقى لينا دور معاه ودور مؤثر إن شاء الله في الفعاليات ولو بسيط لنشر الأمل والسعادة في قلوب الناس. جزء من الستيت اوف دايركشن لشركة باركفيل، وي بيليف ذات هيروز اكزيست، نحن نؤمن ان الابطال موجودين، ونموذج حي للابطال كابتن انور وكل ممثلي هوب جيفرز. في باركفيل الادويه احنا بنحرص على عمل فرق في المجتمع عن طريق نشر القيم المجتمعيه من خلال فهم شامل لاحتياجات المرضى وتقديم الرعايه والخدمه المميزه التي تليق بهم. وهنا توافقت الرؤية بتاعتنا مع رؤية حملة هوب جيفرز مع كابتن أنور كاموني. وبصراحة كلنا شفنا الفترة اللي فاتت المجهود الكبير اللي اتعمل والاكتيفيتيز اللي اتعملت سواء في مصر أو بره مصر، في المكسيك والسبورت للمرضى عن طريق اليوجا والميوزك والهدايا اللي توزعت في مستشفى معهد الأورام والهدايا اللي توزعت على الأطفال في طهطة. بصراحة كثير من الأنشطة الملهمة اللي تخلينا كلنا بصراحة لازم نخرج من هنا النهاردة كلنا هوب جيفرز. شكرا كابتن أنور.